كليتك اللي غالبا قد قبضة ايدك، وغالبا عندك منها اتنين، وغالبا قاعدين تحت ورا هنا تحت الضلوع. هي ممكن تكون واحدة من اهم اعضاء جسمك، بتشتغل 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع مش بتوقف. دمك كله بيمر في كليتك حوالي 40 مرة في اليوم. تخيل حضرتك ان ربع الدم اللي بيطلع من كل ضربة قلب بيروح لكليتك. كليتينك دول هما اللي بينظموا المية في جسمك وبيتخلصوا من المية الزيادة. ايوه، عشان كده حضرتك بتعمل حمام مية. ومش بس بيتخلصوا من المية، ده بيتخلصوا كمان من الاملاح ملهاش لازمة. بيظبطوا لك املاح في جسمك ممكن تموتك لا قدر الله لو الكلية مش شغالة كويس، زي البوتاسيوم اللي ممكن يوقف القلب، وزي الصوديوم اللي ممكن يخلي الواحد يدخل في التشنجات، وزي الكالسيوم والفوسفور اللي مش بس مهمين لعظام حضرتك، ومن غيرهم لا قدر الله العظم يبقى ضعيف وممكن يتكسر، ولكن كمان ممكن يسببوا في حالة نقصهم تشنجات في العضلات او عدم قدرة على استخدام عضلاتك بشكل طبيعي. كمان الكلى ليها دور مهم جدا في تظبيط ضغط دمك عشان ما تدخلش في مرض ضغط ارتفاع ضغط الدم، وليها دور مهم في بناء خلايا دمك او كرات الدم الحمراء اللي هي من غيرها يجي لك انيميا او فقر دم. ده غير ان لها دور هرموني مهم هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل. طيب ايه الاشارات او العلامات اللي تقول ان حضرتك ممكن لا قدر الله يكون عندك مرض في الكلى؟ انك تشوف دم في البول، ان حضرتك بتتبول فتلاقي فيه دم في البول، لون احمر في البول، او ان يحصل اي تغير في لون البول، سواء يبقى اصفر غامق جدا، اصفر داكن جدا يميل للبني، او نوصل للاسود، او حاجه شبه الكوكاكولا، او لون اخضر، او اي لون تاني. ان يظهر رغوه في البول، ان حضرتك اعزك الله بعد ما تتبول تلاقي في رغوه ظاهره كده في التويلت، او ان يظهر عليك اعراض بنسميها اعراض التهاب الجهاز البولي السفلي. يعني ايه؟ يعني حضرتك في حرقان، في الم وانت بتتبول، بتدخل الحمام كتير كل شويه عايز تتبول لكن كميات بول قليله جدا، حاسس انك عايز لكن مفيش فعلا ميه بتنزل، او انك بتصحى من النوم كتير كل شوية بالليل عايز تدخل حمام وبرضه كميات المية قليلة، او ان يظهر عليك مجموعة اعراض بتاعت نقص شديد في وظائف الكلى، زي غثيان وقيء وهمدان وتعب وصداع متكرر وعدم قدرة على التركيز، او لا قدر الله ندخل في غيبوبة او اضطراب في الوعي، هرش واكلان وجفاف في الجلد، غالبا بيكون في الجسم كله، الجسم كله جلده جاف وفي اكلان، او تقلصات في العضل، شد عضلي يعني في الرجل او في الايد، كرامب يعني، او الام في العظام انا مش فاهم سببها ايه، وجع في كتفي، وجع في الحوض، وجع في العظم ومش عارف سببه. ما احنا زي ما قلنا ان الكلى مسؤوله عن نظام الكالسيوم والفوسفور في الجسم، او لا قدر الله يحصل تورم في الوش، ورم في الوجه، ميه تحت العين، او تورم في القدمين، الرجول تورم، او كرشه نفس، حاسس نفسي مكتوم مش عارف اتنفس لان لا قدر الله ممكن يكون في ميه في الرئه، او طبعا اشهر عرض الناس بتجري بيه على طبيب الكلى هو الم في الجنب او في الجنبين، وغالبا بينزل او بيسمع في منطقه الحوض، بيجي من الجنب وينزل ناحيه مجرى البول، او حاجه هنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله، اللي هو الطفح الجلدي او البقع او النقط اللي لما تظهر في جلدك غالبا في اماكن مختلفه تضغط عليها ما تختفيش لما تضغط عليها، يعني تضغط عليها بصبعك تفضل شايفها وما تختفيش. هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل، اسمه فاسكوليتيك راش او طفح جلدي بسبب التهاب الاوعيه الدمويه، او ان ما عندكش اي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي، بس حضرتك عندك مرض معروف انه بيؤذي الكلى، مرض معروف انه بيسبب قصور وظائف الكلى، مرض معروف انه بيسبب مشاكل للكلى مع الوقت، زي السكر، زي الضغط، زي التهابات البول المتكرره، زي حصوات الكلى او المثانه، او طبعا بعض الامراض المناعيه زي الذئبه الحمراء او الروماتويد او غيرها. طيب اعمل ايه لو عندي حاجه من الحاجات دي؟ اول حاجه تطلع تجري على دكتور يفحصك ويعمل لك تحاليل واشعاعات اللي هو شايفها ضروريه، لان زي ما حضرتك اكيد لاحظت ان اعراض امراض الكلى اعراض عامه جدا، يعني اي حد ممكن يجيله صداع، واي حد ممكن يجيله طفح جلدي، واي حد ممكن يحس بارهاق ودوخة وتعب وغثيان، مش شرط تكون الكلى، الورم اللي في الرجل مش لازم يكون سببه الكلى. فمهم جدا نطمن على وظائف الكلى ونعمل تحليل بول بس بعد ما طبيب يفحص حضرتك. تاني حاجة مهمة حضرتك تعملها انك تعلم نفسك وتثقف نفسك بخصوص امراض الكلى وازاي الكلى بتشتغل وازاي نحافظ عليها، وهو ده اللي هنعمله مع بعض في السلسلة دي ان شاء الله. بس الله يخليك، لما تحب تعلم نفسك وتثقف نفسك لازم يبقى مصادر موثوقة. اتكلمنا قبل كده بالتفصيل في فيديوهات مختلفة عن ازاي تختار مصدر موثوق، وهنتكلم ان شاء الله عن كل عرض من دول بالتفصيل، وعن كل مرض بالتفصيل، اسبابه وتشخيصه وعلاجه، لكن خلينا واضحين من الاول، لو عندك اي حاجه من دول ضروري تروح لدكتور. مفيش فيديو على يوتيوب ولا موقع على الانترنت بديل عن زياره طبيب. لما مريض بيتصل بيا ويشتكي لي باعراض معينه، سواء كان في مصر او في السعوديه او هنا في انجلترا، بقول له روح لطبيب يشوفك. لو هنا في انجلترا وهو مريض من المرضى بتوعي وينفع اشوفه وانا شغال في الوقت ده، بقول له تعال اشوفك في المستشفى، لو مش موجود بقول له روح المستشفى والزميل فلان هيشوفك في المستشفى. لا غنى عن فحص الطبيب. ندخل بقى في الموضوع.
السلام عليكم. اكتر سؤال بيجي لي من يوم عملت اول فيديو من سنتين ونص هو: يا دكتور، حضرتك طبيب امراض كلى، ليه مش بتعمل اي فيديوهات عن امراض الكلى؟ السؤال ده بيجي لي في تعليقات حضراتكم، في رسائل من مرضى كانوا بيتعالجوا معايا في مصر او في السعودية او غيره. العك منتشر على الانترنت كتير في امراض الكلى، وامراض الكلى امراض منتشرة جدا جدا جدا، والكلام الصعب فيها كتير والموضوع مهم. ليه مش بتتكلم في امراض الكلى؟ ليه بتتكلم في كل حاجة تانية او سايب امراض الكلى؟ وهنا بصراحة عندي مشكلة كبيرة جدا، هي ان قناة الدكتور من يوم ما عملتها وهي موجهة لكل الناس، مش كل الناس مهتمة بأمراض الكلى، وبحاول انشر فيها الوعي الطبي بشكل عام، بتكلم في المواضيع اللي بتقابل حضراتكم، بتقابل كل الناس وتهم اكتر الناس، مش كل الناس مهتمة بأمراض الكلى. وكان تخيلي ان لو اتكلمت مع الناس عن الطب المبني على الدليل وازاي نقرا ابحاث وازاي نفهم المعلومة الصح من المعلومة الغلط، ساعتها الناس لوحدها هتقدر تدور على المعلومات الصحيحة سواء في الكلى او في غير الكلى، وده اللي بنعمله مع بعض طول الوقت. والمشكلة الكبيرة ان لو بدأت اعمل فيديوهات عن امراض الكلى ونشرت الفيديو وناس كتير ما يهمهاش الموضوع وجالها اشعار من القناة فيديو عن امراض الكلى والناس مش مهتمة مش هتتفرج على الفيديو، مرة في مرة الناس هتفقد الاهتمام بالقناة وتفقد الاهتمام بالحاجة اللي بقولها، وساعتها مش هتتفرج على الكلام اللي بيتقال حتى لو كان في الموضوع اللي يهم حضرتك. خلاص انت حضرتك اتعودت ان اللي بيجي من قناة الدكتور ما يهمش حضرتك، فدي مشكلة كبيرة للأسف، ودي الطريقة اللي يوتيوب بيشتغل بيها. لازم حضرتك تكون مهتم بالحاجة اللي بتيجي من القناة عشان يوتيوب يوري حضرتك القناه دي تاني. فانا كطبيب ما عنديش مشكله بكلم المرضى بتوعي نهار وليل عن امراض الكلى في العياده، في القسم، في المستشفى، في التليفون، في كل حته، لكن على القناه بتكلم في حاجات اوسع وحاسس ان ليا دور اهم من ان انا اتكلم عن امراض الكلى. المهم لقيت الحل الحمد لله. من الاسبوع الجاي وبناء على طلب حضراتكم، من كل اسبوعين من كل فيديوهين هيكون في فيديو عن امراض الكلى وفيديو عن سلسله من السلاسل اللي احنا متعودين عليها، الفيديوهات اللي احنا متعودين عليها مع بعض بقالنا سنتين. يبقى كده فيديو يهم كل الناس وفيديو يهم الناس اللي مهتمه بامراض الكلى، وخصوصا ان امراض الكلى امراض منتشره جدا، يعني اكتر من 40% من الناس اللي فوق 45 سنه اتعرضوا لمشكله من مشاكل الكلى حسب بعض الدراسات. قصور الكلى المزمن اللي هي الناس بتسميه الفشل الكلوي المزمن بيجي لحوالي 45% من الناس اللي فوق السبعين سنة. هتقولي دول سبعين فوق السبعين سنة احنا مالنا؟ لا، ما هو ده بيحصل لهم نتيجة ممارساتهم طول عمرهم. فحضرتك عشان تحمي نفسك من ان يجيلك الفشل الكلوي المزمن لازم تعرف ازاي تحافظ على كليتك من دلوقتي. 90% من الناس اللي عندها مشكلة في الكلى زي قصور الكلوي المزمن ما يعرفوش ان عندهم مشكلة في الكلى، ومش بتكتشف غير لما يحصل مضاعفات او يروح للطبيب بحاجة تانية خالص ويعملوا تحليل دم ويكتشفوا قصور الكلى. وطبعا اكتر من ربع البالغين بيصاب في مرحلة من حياته بارتفاع ضغط الدم، وده زي ما هنعرف هو مرض من امراض الكلى. يعني حضرتك واسرتك، لو اسرتك بس 3 اشخاص يبقى غالبا حد منكم عنده او جاله حاجة في الكلى، يبقى الموضوع يهم تقريبا كل الناس. يبقى اتفقنا ان كل اسبوعين هيكون فيهم اسبوع عن امراض الكلى، هنتعلم حاجة جديدة، مرض من امراض الكلى نتكلم عنه ونحكي قصته وازاي نشخصه وازاي نعالجه، وان شاء الله خلال 6 شهور تقريبا هنكون غطينا تقريبا كل امراض الكلى، تبقى مرجع موجود على يوتيوب لاي حد عايز يرجع لها في اي وقت، وان شاء الله نشرحها بطريقة مسلية وممتعة وما يكونش فيها اي ملل، وطبعا لو في اي عك هنعلق عليه واحنا ماشيين زي ما اتعودنا. طب ايه هي بقى امراض الكلى اللي هنتكلم عنها ان شاء الله؟ هنتكلم عن مواضيع كتير جدا، زي ازاي مثلا تحافظ على كليتك عشان تعيش معاك العمر كله. هنتكلم عن مرض الضغط، واللي في حضراتكم عارف مرض الضغط ده احد امراض الكلى، ومفيش عياده كلى او قسم كلى في مستشفى محترمه الا وبيكون فيه عياده للضغط الشديد، الضغط المقاوم للعلاج، يعني حالات الضغط الصعبه بتروح لطبيب الكلى. هنتكلم عن الامراض المناعيه اللي بنعالجها كاطباء كلى زي الذئبه الحمراء والروماتويد والتهاب الاوعيه وغيرها. طبعا كل الاحترام والتقدير لاطباء الروماتولوجي واطباء الجلدية واطباء المناعة اللي بيساعدونا وبنستشيرهم في علاج كتير من الامراض دي، ولكن هذه الامراض بتعالج بفريق طبيب الكلى واطباء تانيين. هنتكلم عن حصوات الكلى والمغص الكلوي وازاي تحمي نفسك عشان ما يجيلكش حصوات كلى، او لو عندك حصوة او جالك حصوة تتصرف ازاي. هنتكلم عن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن اللي هو اسمه الصحيح قصور الكلى. هنتكلم عن انسداد الكلى وانحباس البول وغسيل الكلى والغسيل الدموي البريتوني وزراعة
زراعة الكلى، هنتكلم عن مرض السكر وتأثيره على كليتك، ومرض الضغط وتأثيره على كليتك، وفشل القلب وعلاقته بالكلية، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ده تخصصي ودي حياتي اللي بعيشها يوم بيوم، وهكون سعيد جدا اني اتكلم مع حضراتكم في هذه المواضيع. المواضيع دي مش بتحتاج مني تحضير وقراية وكلام من ده شغلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم كانت مشكلتي ازاي انقلها لحضراتكم بدون ما اسبب ملل للناس او الناس تبطل تتفرج على المحتوى الطبي اللي بنقدمه سوا. عايز حضراتكم تكتبوا لي في تعليق تحت اذا الفكره عجباكم، واذا متحمسين ان شاء الله نبدا مع بعض السلسله دي، واذا ناوي حضرتك ومتحمس للفكره يبقى اطلب منك خدمه بعد اذنك. عايز حضرتك تنشر قناه الدكتور، عايزك تبعت رابط القناه للناس المهتمه بامراض الكلى. لو حضرتك تعرف حد في عيلتك في اصحابك عنده مشكله من مشاكل الكلى اللي قلناها او اللي ما قلناهاش، تبعت له رابط القناه على واتساب في رساله ماسنجر، ابعت له القناه عشان يتابع معانا الفتره الجايه. قول له ان خلال 6 شهور الجايين ان شاء الله هنغطي كل امراض الكلى باحدث ما توصل له العلم، بالطريقه اللي بعالج بيها المرضى هنا في انجلترا، وزمايلي بيعالجوا بيها المرضى في امريكا، وزمايلي بيعالجوا بيها المرضى في مصر وفي السعوديه وفي كل مكان بيتبع احدث دليل طبي. هنقول للناس ازاي تعدل غذائها واكلها عشان يناسب مرض الكلى، هنقول للناس تعمل ايه عشان ما يجيلهاش حصوات ان شاء الله، هنقول للناس تعمل ايه عشان تحمي كليتها. بالمناسبه لو ممكن تقول لي في تعليق تحت الفيديو ايه الموضوع اللي حضرتك تحب نبدا بيه سلسله امراض الكلى، وما تقلقش كده كده هيتغطوا كلهم ان شاء الله خلال 6 شهور الجايين. حابب اشكركم على الدعم اللي لقيته من حضراتكم خلال السنتين اللي فاتوا، وعايز اشوف بقى الدعم ان شاء الله في سلسله امراض الكلى. حضراتكم اللي طلبتوها يا رب ان شاء الله تكون مفيده وحضراتكم تهتموا بيها. اشوفكم الفيديو الجاي. انا دكتور محمد منصور، طبيب بطنه والكلى من بريطانيا، ودي قناه الدكتور. سلام عليكم.